عم السلام عليكم. اريد اشوف بعينه سيادة الوزير. يقول لكم جنود دافعوهم امراء الافواج مقسما بالقران. ها شوف ايش كبر هذا النص، شوفوا هذا مال 7 نفرات وكنا اربع جنود بدجاجه، هسه نص دجاجه 7 نفرات بيها. خلي نشوف بعينه، يجوز الخلل يم ربعنا، يجوز الخلل يم الجماعه هنا، جماعه المذاخر مال الحبانيه، يجوز هم يبوقون سيادة الوزير يحجوا له شكل وينطون للجندي شكل. شوف هذا تمن، هذا حب والله ما يستوي، هو ما يستوي، مو صوت الطباق بس هو ما يستوي. هذا ما 7 نفرات، شوفوا 7 نفرات بهذا قسما بالقرآن، ما ناكله قاع نشتري، وهاي الفلوس اللي قاع يقطعوها من عندنا للحرامية بالعافية عليهم، لا محللين ولا موهوبين، جهالهم ان شاء الله. واحنا نريد السيد الوزير ينظر بقضيتنا ويجي للرمادي طب للمظاخر مال الحبانيه ويشوف التمن بمن يحملوه وشنو نوعيه التمن. الله شاهد هذا، شوفوه بس العالم من جوعه قاعد تاكله قسما بالقران. وشكرا.